شكرا لزميل عزيز تركي شديد، شكرا لكباتنا الاعزاء في الاستوديو وايضا للزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وطابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في افتتاح اكبر دوري في تاريخ الرياضه السعوديه، دوري روشن الوجهة العالمية الجديدة. علي يلعب كرة أمامية محاولة لكن عدت أمام فيرمينو وفي الأخير سهلة إلى حارس المرمى أيمن دهمون. مباراة أولى في هذا الموسم، تمرير ماكسيمان يبحث عن التمريرة، تصل على زيادة اليمين أهلاوي، عرضية خطيرة بالراس يا ولد، موبي 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 موبي، فيرمينو جول يا أهلي، جول يا أهلي، بداية رائعة يا أهلي، الهدف الأول في دوري روشن السعودي عن طريق قائد النادي الأهلي ونجم ليفربول السابق بوبي فيرمينو، روبرت فيرمينو. يا دخل اللمسة من أجل هذه المباريات، من أجل هذه المواعيد، من أجل هذه اللقطات، من أجل هذه الليالي، من أجل هذا كله ومن أجل هذه الجماهير. تنضم في دوري مليء بالنجوم والصخب والإثارة والدراما الكروية، ماكسيمان ماكسيمان الأنمار الأنمار الأنمار، ماكسيمان حل على اليمين، الكرة لرياض، محرز على اليمين، محرز بكرة ثانية، روعة روعة روعة، هذا جنون، هذا جنون، نعم نعم، محرز في التمرير، فيرمينو في الاستغلال، 10 دقائق أهلاوية عالمية عالمية عالمية، جميلة يا أهلي جميلة. لمسة في منتهى الروعة من ماكسيمان إلى رياض محرز وفي الأخير روبرت فيرمينو. والله اشتقنا يا فيرمينو، والله اشتقنا لأهليك يا فيرمينو، روبرت فيرمينو اللي صال وجال في ليالي الأبطال، الليلة يلمع في أول مبارياته في دوري روشن، الثنائية ماكسيمان بالبداية التحرك يوسف لكن أمام تغطية وتدخل من جانبي دفاع، ركلة جزاء أم لا؟ نشوف الكرة واللقطة، الحكم يشير إلى هنا، فيها انذار سلوك وتمثيل، راح نشوف الإعادة إذا كان فيها شيء أم لا. حكم اللقاء نشوف في هذه الأثناء القرار من جانبي الحكم الدولي. الجنوني بصراحة اللي من وقت مبكر يملأ المدرجات، كرة تصل محاولة تسديدة لكنها في هذه الوقت لتأمين نتيجة نجوم البريمير ليج بالقميص التاريخي للنادي الأهلي، مجرشي خطفها، مجرشي حاول جول أمام التغطية وتدخله بعد ذلك، طالت وفيها إعاقة لاعب وخطأ لمصلحة مجرشي، خارج منطقة الجزاء على ما يبدو، الظهير يؤدي بشكل جيد في ترقب وانتظار، يسارية رياض، يسارية رياض لكن عالية، وفي الأخير تحولت إلى ركلة مرمى حلوة للثمانية، محرز حطها لكن عالية شوية، باليمسى لرياض محرز، حاول يمر، راضي ينتظر مساندة، تمريرة للوراء، الكرة للحزم، الهجوم في هذه الأثناء حلوة حلوة، مرور جميل والتمريرة وكرة، لكن الدفاع تدخل، زياد الجاني يتدخل في توقيت حاسم. ماكسيمان على اليسار الآن، ماكسيمان يلعب كرة عربية حلوة لكن الدفاع يتدخل في اللحظة الأخيرة. ركنية تلعب نحو القائم الأول خطيرة لكنها تمر بعد ذلك إلى ركلة مرمى، الخطأ اللقطة الماضية كانت عبد الباسط هندي، المزيري براضي ثم على جهة اليمين محاولة لمصلحة كارفاليو، عرضية خطيرة لكنها مرت يا إلهي، حلوة اللقطة الماضية لمصلحة الحزم لكنها لم تكتمل اللقطة الماضية لم تكتمل في محاولة حسماوية في منتهى الروعة يا المزيري. مشجعين في هذه الأثناء، محرز محرز رياض يحاول على جهة
الجهه اليمنى. رياض طلب الكره في اقصى اليسار، بودابوس، بودابوس تسديده لكن عدت من جانب رياض بودابوس. في الاخير تحولت الى ركله مرمى الجزائريه 100-100. رياض الى رياض، ماكسيمان حب يستعرض دائما مهاراته امكانياته. الدوري بعودة للوراء، مجموعة من التمريرات، ضغط عالي من جانب عناصر الأهلي. شوفوا فيرمينو، إيبانيز يكسب الكرة لمصعة النادي الأهلي لفريق أيسلند. منافسة صعبة جدا بالتأكيد. تستضيف عبد الباسط، تصل إلى تراوري، تراوري تمويب، تسديد كرة لكنها بعيدة وفي الأخير إلى ركلة مرمى لإدوار. بكرة لمصعة راضي العتيبي بتمريرة بين حلوة، المرور جميل اللقطة الأخيرة. لكن لا شيء في قرار الحكم، مرتدة سريعة أهلاوية إلى ماكسيمان، يحاول ماكسيمان، خطير الأهلي ضد هجر بنتيجة 6-1. تمريرة طويلة خطيرة إلى رياض، لكن عالية في الأخير إلى ركلة مرمى تسلل. كان فيها تسلل طبعاً، نعم تسلل على محرز، تسلل على محرز بقرار الحكم. وبعد ذلك إلى حزماوية، دقيقة أخيرة على نهاية الشوط الأول. تدخل من فيرمينو، رمية جانبية، ليلى كرة بالخطأ تبقى لمصعد، تحزم عرضية داخل منطقة لكن أيضا مع تغطية وتدخل من جانبي اليوسكي وإبعاد الكرة في اللحظة الأخيرة أمام هجوم حزماوي. أجرشي محرز يكسب الكرة النادي الأهلي، هجوم بكرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل، لا زالت عبسي يعيدها مرة أخرى، أنطونيو عرضية داخل منطقة رأسية لكنها مرة جانبية وانتهت خطورتها إلى ركلة مرمى للنادي الأهلي. النادي الأهلي اللي عند الكعب كثير من المرات يضيع الكرات، كرة بالخطأ من جانب بندي، كرة الله الله الله، عودة حسماوية جميلة جميلة جميلة، التعادل الحاسم لقطة رائعة، هدف بغلطة فردية من جانب إدوارد بندي، حسم الصمود هنا يعود بضربة في منتهى الروعة باستغلال جميل بالعقل بالروعة بالنهاية الجميلة، غلطة فادحة من جانب إدوارد بندي. بندي أخطاء قاتلة بالكرة، أخطاء في تمرير الكرة بالقدم. الهدف الرحال اللي حرك المباراة أكثر وجعل إثارة بشكل أكبر. فيرمينو فيرمينو في الكرة الأخيرة، نشوفها مرة أخرى، عبد الباسط، أليوسكي، دعم تسلل على فيرمينو، هدف أبيض للفريق الأخضر، خطيرة لمصعة يالان، ماكسيمان يصل الكرة، أنا يحاول المرور، مرمى، يا إلهي، جميل اللقطة من يالان. ماكسي كان خطير، ماكسي كان قريب، مجرش تمريرة في منتهى الروعة، العمل كبير. وين الكرة؟ جيد في هذه المباراة الأولى مع فريقه الجديد بالنسبة للحارس القادم من نادي الصفاقسي. كرة عرضية لكن الأهلاوية خطيرة، رياض يحاول يمر، رياض مر يبحث عن التمرير، تدخل في اللقطة الماضية ولا شيء في قرار الحكم. ضاعت الكرة الأخيرة، طغى الأداء الفردي في بعض المواقف. انتظار تحرك بجانب اليوسكي، تعثر ماكسيمان لكن يحافظ على كرة، تسديدة طويلة الكرة أقرب إلى إيبانيز، إدوارد بندي يمنع الكرة، بعد ذلك إلى مدرشي. بودابوس عرض بجانب فيرمينو إلى رياض محرز، حطها لكنها في يد الحارس عند أحمد، تسديدة كرة عرضية داخل منطقة لكن التغطية من جانب الدفاع أقرب إلى إدوارد. بلمسة أمامية سعيدها مرة أخرى على حدود منطقة الجزاء، تسديدة لكنها بعيدة. لمسة حلوة خطيرة أهلاوية، تحرك من جانب آلان، ماكسيمان على جهة اليسار، تمويه كرة عرضية بالراس، فيرمينو جول يا فيرمينو، الأتريك يا فيرمينو، الليلة الأولى يا فيرمينو، الفرحة يا فيرمينو، هدف أهلاوي جميل يا بوبي. Robert Firmino.
سيمان. روبرت فيرمينو ليلة كبيرة وساحرة في أول ظهور في أول إطالة يا روبرت فيرمينو. الهاتريك للقائد، هاتريك في أول مباراة، حضور طاغي جميل ممتع مثير. لمسة بكر، المحاولة فيها تغطية بالخطأ من الدفاع، وكرة وفرصة وتسديدة، يا إلهي فرصة في منتهى الروعة في منتهى الخطورة، لكن في الأخير تسلل على الحزم، لقطة خطيرة. شوف لم يستسلموا، كانوا يقاتلون يهاجمون يحاولون بشتى الوسائل. الدفاع على مرة أخرى لبصعة روبرت فيرمينو، تمرير على تياتي اليمين مرتدة، أنا ويا حلوة حلوة مر الرشيد بتمريره وكعب اليمين، لكن راضي يتدخل. الكرة للوراء للبحث عن عرضية داخل منطقة بالراس، حلوة وخطيرة لكنها مرت. جميلة اللقطة الماضية لبصعة الحزم لكنها عدت. محمد الثاني كان الأهلي على مستوى الهجوم من جانب حسن علي، لمسة أمامية خطيرة داخل منطقة، فرصة من جانب فهد الرشيدي، تحضير وتسديدة لكنها صدمت في الدفاع، ومع أيضا وجود حالة تسلل في اللقطة الماضية. أظنه كان يستبدل روبرت فيرمينو.